بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي موقع في الجول اهلا بيكم. يمكن خلاص ايام قليله بتفصلنا على انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس اداره لاداره شؤون نادي الزمالك لمده 4 سنين. المقرر ان شاء الله انتخابات يوم 20 اكتوبر، ومن خلال موقع في الجول بنحاول نقدم لكم رؤيه شامله لكل الساده المرشحين. يمكن ضيفنا النهارده هو واحد من مرشحين في القائمه الموحده للزمالك، اولا قائمه الكابتن حسين لبيب، وهو واحد من الشخصيات التي يعني كل الكلام بيعول عليها حتى من افراد القائمه على حل العديد من الامور داخل نادي الزمالك، خصوصا من ناحيه القضايا الخاصه بنادي الزمالك في الفيفا لفريق كره القدم. يمكن النهارده بيشرفنا يكون معنا استاذ عمرو ادهم المرشح للعضويه فوق السن. اهلا وسهلا. اهلا بيك، شرفتني اكون موجود مع حضراتكم، وان شاء الله كده يكون لقاء جميل يعني ان شاء الله. يمكن اول قرار ازاي خدت قرار الترشح، يعني يمكن فكره الترشح جت امتى وامتى بدا القرار او التفكير بشكل نهائي على الترشح؟ انا يمكن انا مش وجه يعني مالوف قوي في نادي الزمالك، انا اشتغلت في نادي الزمالك في 2013 مع اللجنه اللي كانت برئاسه الدكتور كمال درويش، وبعدين في مايو 2021 برضو رجعت اشتغلت مع لجنه الكابتن حسين لبيب. الحقيقه الكابتن حسين لبيب احنا لما خلصنا التكليف في نوفمبر 2021 ما كانش حد من اعضاء اللجنه كان عنده فكره الترشح او فكره ان هو يكون موجود في نادي الزمالك من خلال الانتخابات. انما الحاجه الاكيده ان في اثناء فتره التكليف وفتره اداره اللجنه لنادي الزمالك، اعتقد ان اللجنه ادارت الست شهور اللي كانت موجوده فيهم بطريقه ارضت كثير من جماهير نادي الزمالك. اللجنه حققت بطولات في وقت قياسا بالوقت اللي ادارت فيه النادي، حققنا بطوله الدوري لكره القدم، حققنا بطوله الافريقيا لكره السله البال، وحققنا بطوله الدوري لكره السله، دوري كره اليد، سوبر الافريقي لكره اليد، كاس مصر لكره الطايره. الحقيقه عملنا او اللجنه قدرت ان هي تعمل يعني انجازات رياضيه في الوقت اللي كانت تم تكليفها باداره النادي، فالحقيقه حققت نجاحات، كل ده طبعا يعني بتوفيق كبير من ربنا، وكمان باداره يعني وجود ناس في اللجنه هي ناس كلها قامات سواء كانت اقتصاديه او رياضيه. والحاجه اللي انا عايز اقولها ودي اللي انا بقولها يعني لمرشحين نادي الزمالك، لو كان في نجاح حصل للجنه الكابتن حسين لبيب خلال الفتره اللي احنا تم تكليفنا بيها، هو حصل نتيجه ان كل واحد نسي الايجو بتاعه. يعني النهارده اللجنه كان فيها استاذ محمد التريبي، هذا الرجل الجميل رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس اتحاد المصارف العربيه، الرجل دخل نادي الزمالك مش ان هو عايز يحافظ على الايجو ده، بالعكس ده هو تناسى الايجو وبقى موجود في اللجنه عشان يساعد اللجنه. المهندس هاني بيرزي، الكابتن طارق جبريل، الدكتور حسام المندوه، الكابتن حسين السيد. فالحقيقه انا بس دي رساله لكل المرشحين، لو احنا بصينا لتكوين اللجنه اللي كانت مع الكابتن حسين لبيب، الناس تناست الايجو واشتغلت لمصلحه النادي وجت عشان تخدم النادي، وبالتالي كانت النتائج اعتقد ان هي كانت مرضيه لكثير من اعضاء الجمعيه العموميه ومن جماهير نادي الزمالك. فسبب الترشح ان حسين لبيب كان عايز يحافظ على نفس المسار اللي كان موجوده فيه اللجنه، ان هو يكون عنده ناس متوافقين معاه في الفكر، متوافقين معاه في الرؤيه، واعتقد ان القائمه الموحده فيها يعني ناس كانت موجوده في اللجنه، الدكتور حسام مندوه، كابتن حسين السيد، المهندس هاني بيرزي، ويضاف ليهم طبعا يعني شخصيه اداريه عظيمه زي الاستاذ هاني شكري، يضاف ليها الشباب اللي موجودين، نيرة الاحمر، احمد خالد، رامي نصوحي، الناس دي الولاد يعني انا اسف اقول الولاد بس هم يعني الشباب الصغير دول هم قيادات واعده في القريب العاجل ان شاء الله يكونوا بيقودوا نادي الزمالك. كمان طبعا تواجد معنا المهندس هشام نصر في منصب النائب، قامه رياضيه كبيره جدا، والدكتور حسام ممدوح في امانه الصندوق. اعتقد القائمه تم تشكيلها وتكوينها ضمت مزيج من الخبرات سواء كانت رياضيه او اقتصاديه او
او اعلاميه او عندها فكر كويس جدا. وانا بقول ان المجلس اللي جاي ده هو مجلس بيمثل نقطه فارقه في تاريخ النادي. المجلس ده عليه مسؤوليه كبيره جدا انه يخرج النادي من ازماته اللي موجوده. فاعتقد لو المجلس ده لو ما كانش مجلس متوافق ومتجانس ممكن نادي الزمالك يفضل يدور في دائره الازمات اللي بقالها سنين موجوده في النادي. فاعتقد ان ده يعني ده السبب الاختيار ان في سبب الترشح ان في مجموعه متوافقه او مجموعه متجانسه. لو اشتغلت مع بعض ان شاء الله تقدر تساعد النادي. يمكن تجربة 2021 والتجربة الحالية في فروق شايفها ايه من وجهة نظرك، خصوصا من الناحية اللي حضرتك متخصص فيها اللي هي مشاكل او الازمات الزمالك في المحكمة الرياضية او في الفيفا؟ بص انا هقول لك حاجة، الاصل ان ما يبقاش فيه مشاكل على فكرة. هو الاصل ايه؟ الاصل ان انت عندك تعاقد مع لاعب او تعاقد مع مدرب، الاصل ان انت تنهي هذا التعاقد بنهاية طبيعية، اللي هي ايه؟ اللي هي لو انا جبت لعيب وما كانش متوفق فبنهي العقد بطريقه تليق بنادي الزمالك، اللي هو العقد بينتهي بالتراضي، اللعيب ليه حقوق بياخدها، النادي ليه حقوق بياخدها. انما احنا عشنا يعني 10 سنين ما فيها مشاكل كبيره جدا جدا، بقينا يعني اسم معروف في الفيفا وفي محكمه التحكيم الرياضي نتيجه ان احنا تعاملنا باهمال وتراخي مع ان احنا ازاي ننهي علاقتنا بمدربين او بانديه او ب لاعبين. فالاصل ان ما يكونش في قضايا. احنا دخلنا في مايو 2021 لقينا 14 قضيه متداوله ما بين الفيفا وما بين محكمه التحكيم الرياضي بحجم مطالبات في حدود 18 مليون دولار. قدرنا ننهي جزء من كبير من هذه القضايا، وبالتالي يعني فلسفتنا ان احنا ما يبقاش في على نادي الزمالك حاجه تهدد مصير نادي الزمالك وتهدد موارد نادي الزمالك. القصة كلها ان انت النهاردة يعني مثال بسيط جدا، عندنا قضية متداولة هي قضية سبورتينج لشبونة وشيكابالا. القضية دي متداولة بقالها 7 سنين. 7 سنين تم تداول هذه القضية في ما بين الفيفا وبين محكمة التحكيم الرياضي. المبلغ اللي كان متأخر على نادي الزمالك، وده مبلغ يمثل قيمة شراء اللاعب، كان متأخر 510,000 دولار. كانوا وقت ما احنا اشترينا اللاعب ب 4 مليون جنيه. النهاردة نتيجة التقاعس ونتيجة التأخر ونتيجة عدم الالتزام ونتيجة التراخي والإهمال في التعامل مع القضية، النهاردة نادي الزمالك مطلوب منه يسدد 1,500,000 دولار، تمنهم النهاردة 45 مليون جنيه. فمين يقول النهاردة أن أنا كان عندي قضية، أو المفروض ما كانش في قضية، هو المفروض أن أنا كان عندي قيمة شراء اللاعب، لازم النادي هياخد مستحقاته. فالنهاردة في الفرق ما بين 4 مليون جنيه و 45 مليون جنيه، دي من اموال نادي الزمالك. النهارده مين بيراقب هذه الاموال؟ مين هيراجع القضيه دي؟ وست سنين او 7 سنين القضيه متداوله في المحاكم، ومفيش حاجه تبين ان عندنا التزام، ولا بتظهر في الميزانيه، ولا مراقب الحسابات بيشير ليها. فبالتالي عندنا هنا فجوه في موضوع الرقابه. ازاي النهارده يبقى عندي قضيه كبيره زي دي والفرق ده 40 مليون جنيه دول مين حمله؟ ففي حاجات محتاجين نعيد صياغتها. اللي انا باكده ان في وجود اللجنه بالافكار بفكر الناس اللي موجوده وبطريقه تعاملهم مع المشاكل، اعتقد نادي الزمالك هيتخلص من ملف حقيقه دمه تقيل. يمكن برضو من الملفات اللي عليها كلام كتير هي الحكم المنتظر في قضيه خالد بوطيب. يمكن موضوع خالد بوطيب هو موضوع انا كنت موجود فيه، وكان الحكم كان جالكم ما كنتش بدات القضيه، لكن يعني الحكم جه في خلال فترة اللجنة في 2021. قضية خالد بوطيب هي قضية أعتقد أنها متداولة دلوقتي في محكمة التحكيم الرياضي في انتظار الحكم. مشكلة خالد بوطيب ببساطة شديدة إن خالد بوطيب كان ليه مبلغ يعادل 160,000 يورو متأخرات. واللي حصل إن إحنا بادرنا بشكوى اللاعب. فاللاعب رد بشكوى مضادة. اللي بادر بشكوى اللاعب. مش اللاعب اللي اشتكى الزمالك. الزمالك اشتكى اللاعب، فاللاعب رد بشكوى مضاد. فالحقيقه لما الفيفا بصت في الورق، الحقيقه الفيفا يعني طبعا لاسباب موضوعيه، يعني الفيفا خدت راي او خدت اتجاه اللاعب
وما خدتش اتجاه نادي الزمالك. يعني الفيفا نظرت في شكوى اللاعب ولم تنظر في شكوى نادي الزمالك، وبالتالي تم الحكم على نادي الزمالك بتعويض. التعويض هو ايه؟ هو احنا كنا عندنا 160,000 يورو، التعويض بقى ان اللاعب طالب بايه؟ بكامل قيمة عقده. اللي احنا بنتكلم كان على حسب ما انا فاكر كان حوالي 3,400,000 يورو. فبرضو تعاملنا في قصة خالد بوطيب هو تعامل في نوع من التراخي، وفي نوع من الإهمال، وفي نوع من عدم التقدير. لأن أنا النهاردة إيه؟ أنا عندي لعيب، اللعيب ده حتى لو أنا ما توفقتش فيه كنت أقدر أقعد معاه وأتفاوض معاه وأنهي معاه الأمور بطريقة إيه؟ ودية. ما فيش حد من إحنا كلمناهم، سواء كان جروس، سواء كان أتشيمبونج، سواء كان الأكاديمية الكاميرونية في القضية بتاعت حسام أشرف، سواء كان نادي الدفاع الحسني الجديد، ما فيش حد اتكلمنا معاه وقلنا له احنا عندنا رغبة ان احنا نسوي، وقال لنا لا. بيبقى دايما ايه، الناس دايما بتبقى مفضلة ان احنا ايه، يبقى في نوع من انواع الايه، الحل الودي اكتر من انت تروح للمحكمة. ولكن احنا كنا دايما معتمدين ان احنا لما نروح للمحكمة بنكسب وقت. الوقت ده على فكرة اثبت ان هو اشتغل ضدنا، لان زي ما قلت لك ال 500,000 دولار بقوا 1,500,000 دولار في قضيه شيكابالا، ال 4 مليون جنيه بقوا 45 مليون جنيه. فالحقيقه التعامل اعتقد ان هو ما كانش تعامل مظبوط. وللاسف برضو احنا ما تعلمناش، يعني احنا مش مثلا جات لنا قضيه فخدنا بالنا في القضيه اللي بعدها. احنا هو تكرار لنفس المنهج اللي احنا ماشيين بيه، او ان النادي ماشي بيه في خلال 10 سنين اللي فاتوا فيما يتعلق بموضوع القضايا الدوليه. طيب خلال ترشح حضرتك، الاهداف اللي انت شايف ان انت حابب تحققها في الملف ده او في بعض الملفات الاخرى اللي ممكن تبقى مهم جدا، مهم جدا 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 ان انت نادي الزمالك ده، نادي الزمالك ده تعيد الصوره الذهنيه للناس عن نادي الزمالك. نادي الزمالك ده نادي عظيم، نادي عنده تاريخ كبير جدا، نادي عنده تواجد سواء افريقيا او اقليميا. فبالتالي انت محتاج النهارده النادي ده يبقى في المكان اللي يليق بيه. محتاجين نشوف احنا عندنا شعبيه كبيره جدا 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 في الخليج. هذه الشعبيه احنا لغايه دلوقتي لم نستغلها الاستغلال الامثل. ليه؟ لان انت محتاج يبقى عندك علاقات طيبه، محتاج ان انت تتكلم مع انديه، تتكلم مع جهات تقدر تعلي من الايه، من القيمه التسويقيه، وتعلي من الصوره الذهنيه لنادي الزمالك. عندنا في الكويت مثلا، عندنا في الكويت ميراث طويل وتاريخي، كابتن حسن شحاته، كابتن طه بصري، كابتن سمير محمد علي، دول عملوا شعبيه رهيبه للزمالك. عندنا في السعوديه نفس القصه، عندنا في الامارات الزمالك عنده شعبيه طاغيه في الامارات. والحقيقه لما كنا موجودين في اللجنه، ودي كانت فكره بسيطه ابتديناها، احنا عملنا حاجه اسمها زمالك الامارات. زمالك الامارات ده مشروع ابتدى بنادي في الامارات، واستغلنا فيه اسم نادي الزمالك. وقد يكون دي بدايه فكره ان انت يبقى عندك زمالك السعوديه، وعندك زمالك قطر، وعندك زمالك الكويت، وعندك زمالك سلطات عمان، فيبقى انتشارك في الخليج انتشار اكبر، وده هيخلي في جماهير تحضر، وفي جماهير تساند، والنادي اللي اسمه نادي الزمالك ده. يعني خلي بال حضرتك، المنافس ما يقدرش يعمل نفس الفكره نتيجه ان في اهلي في السعوديه، وفي اهلي في قطر، وفي اهلي في الامارات. فانت عندك ميزه ممكن تستغلها. انا كنت بشتغل في السعوديه الحقيقه من اكتر من 25 سنه، وكان عندي ناس بشتغل مع شركات كبيره، كان عندي اصحاب الشركات دي زملكاويه اكتر مني، ويحبوا الزمالك ويزعلوا جدا لو الزمالك اتغلب. فاحنا محتاجين نرجع تاني الصوره الذهنيه للناس عن نادي الزمالك، ونقول للناس نادي الزمالك ليه قيمه اكبر من القيمه الحاليه، ونقول للناس احنا محتاجين نعمل معاكم توأمه، نعمل معاكم شراكه. اعتقد ده يعني ملف كبير جدا ممكن يفيد النادي، مش بس يعني في الوقت الحاضر بس، ولكن كمان في المستقبل ان شاء الله. يمكن برضو بخبرة حضرتك سنين في مجال الاقتصاد والعمل كبنكير، شايف ازاي الزمالك يقدر يعني يخرج من زي ما قولوا من الأزمة الخانقة المالية اللي بيمر بيها؟ بص، انت محتاج نمرة واحد زي ما قلت لك، البداية دايما هي احنا للأسف الشديد 10 سنين عندنا مناخ طارد للاعبين، مناخ طارد لأجهزة فنية، مناخ طارد لشركاء، نتيجة ان انت دايما كان العلاقة غير مستقر. ليه غير مستقر؟ لان في اول خلاف يحصل
بنلاقي ايه؟ بنلاقي تجاوز، بنلاقي تشويه، بنلاقي ادعاءات، بنلاقي كلام كله ممكن ما يبقاش حقيقي. فحقيقة الامر مفيش حد كان هيبقى عنده فرصه او هيرحب انه يبقى موجود في نادي الزمالك، نتيجه ان انا حتى لو تعاقدت وحتى لو خدت الرعايه، انا خايف قوي خلال فتره الرعايه دي يحصل حاجه تبوظ الشكل العام أو فبالتالي انا ببتعد. ده اللي شفناه خلال 10 سنين. انما الحقيقه القيمه الحاليه فيما يتعلق برعايه نادي الزمالك هي لا تناسب مكانته ولا تليق بيه، ومحتاجين هنشتغل على القصه دي كويس جدا. ففي قصه الرعايه دي احنا يعني هيبقى عندنا شغل، طبعا معانا الاستاذ هاني شكري ويقدر ازاي يعيد شكل الزمالك يعني اعلاميا وتسويقيا. الحاجه الثانيه كمان، نادي الزمالك هو اكبر نادي عنده محفظه اصول عقاريه، فالنادي عنده اصول عقاريه حقيقيه. هذه الاصول كانت بتدار بطريقه برضو فيها نوع من العشوائيه او عدم التنظيم، وعندنا 127 محل على سور النادي. هل الوضع الحقيقي هو الوضع الامثل لاستغلال الاصول دي؟ اعتقد ده احنا محتاجين نبص في الملف ده كويس جدا. عندنا اصل هائل اسمه ارض 6 اكتوبر، 129 فدان في 6 اكتوبر. الاصل ده ممكن برضو لو تم ادارته والتعامل معاه بطريقه فيها نوع من التسويق هيجيب لنا دخل كويس جدا. عندنا موضوع العلامة التجارية. النهاردة انت ممكن تشتغل على العلامة التجارية بتاعتك. خلي بال حضرتك، ايرادات الاندية في العالم كله هي متقسمة 50% لحقوق البث، 40% للعلامات التجارية او الحقوق التجارية، و10% لايه؟ ليوم الماتش، تذكرة دخول. فانت محتاج تشتغل على العلامة التجارية، ومحتاج كمان تعيد النظر في نصيبك من حقوق البث، لان نادي الزمالك اعتقد ان هو برضو يعني يستاهل وضع افضل فيما يتعلق بحقوق البث من الوضع الحالي. فعندنا كذا ملف نقدر نشتغل عليه. عندنا فكر ممكن يكون استثمار الاصول دي بطريقه افضل. كل القصه انت محتاج تستثمر اصولك بطريقه افضل وترشد مصروفاتك. احنا كنا بنتفاجئ ان احنا يعني لعيبة انت بتشتريها مغالف في ارقامها، لعيبة بتشتريها مغالف ارقامها وبعدين ترجع تبيعها بارقام اقل بكتير، لعيبة بتشتريها وبتسيبها من غير مجانا. والكلام ده ينسحب على مش بس على كرة القدم، على كل الالعاب. احنا فقدنا لعيبة كتيرة جدا الفترات اللي فاتت. عندنا تصدر للإعلام دايما فكرة ان احنا عندنا فائض وعندنا 250 مليون جنيه في الخزنة وما فيش ولا لعيب ليه فلوس عندنا. وبعد ما الموضوع يعني بعد وقت اكتشفنا ان احنا مديونين للاتحادات كلها ومديونين للعيبة كلها ومديونين للموظفين النادي ومديونين للأجهزة. فالكلام اللي كان بيتقال هو الحقيقة كلام مش مظبوط. عندنا كمان اصل مهم احنا للأسف أهدرناه، وهو قناة نادي الزمالك. قناة غريبة عنها المهنية، قناة محتاجة أن أنت تعيد صياغة المحتوى، ولما تعيد صياغة المحتوى ممكن القناة دي تقدر تدر بالنسبة لك إيه دخل، أو تدر بالنسبة لك إيراد يساعدك في الخروج من الأزمة. مهم كمان جدا جدا أن أنت تشتغل على قطاع الناشئين بتاعك، لأن أنت في ظل سعر الصرف الحالي قصة أن أنت تقدر تشتري 5 لعيبة سوبر في الوقت القريب هيبقى صعب. فانت ممكن تشتري 2 لعيبة سوبر ويبقى عندك 3 لعيبة تحت السن تبتدي تاخدهم وتشتغل عليهم وتطورهم وتستثمرهم. ولازم قطاع الناشئين يبتدي يمدك بايه؟ لعيبة. احنا انا فاكر كويس جدا احنا كنا بنلعب النادي الاهلي سنة من السنين ايام الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري. لما تبص على فريق النادي وقتها، احنا كسبنا الماتش ده 2-0، كان معتمد جمال، كان مدحت عبد الهادي، كان نادر السيد، كان خالد الغندور، اسامه نبيه، محمد صبري، كان قوام الفرقه، كان عفت نصار، كان قوام الفرقه كله من قطاعات الناشئين في نادي الزمالك. فاحنا محتاجين نعيد النظر برضو في، لان قطاع الناشئين ده لو انا قدرت اخرج منه 2-3 لعيبه كل سنه، انا اكني وفرت او اكني
قدرت ان انا ادير القطاع بطريقه اقتصاديه. ففيش افكار، الافكار هي مش صعبه، بس الافكار محتاجه ايه؟ محتاجه ناس، يعني ناس طبيعيه تفكر بطريقه طبيعيه، والموارد اللي عندك تقدر تعظمها وتشتغل عليها. فده يعني باختصار ممكن، او ده الاعضاء اللجنه القائمه الموحده بيفكروا فيه، عندهم نفس الفكر، عندهم نفس الاتجاه، وبدأ ان ربنا يجيب الخير للنادي ان شاء الله باذن الله. استاذ عمرو ادم، بنشكر حضرتك على ربنا يخليك وجودك معنا في موقع كتر خيرك. ربنا يخليك والله، كتر خيركم، واتشرفت ان انا معاكم، وتحياتي ليك وفريق العمل وتعبتكم، ربنا يخليكم. طيب.